كان عندي بنتي اتولدت وفي ايد من ايديها كان في صباع زياده، هل يجوز قطعه او ان انا اشيله يعني؟ نعم يجوز. نعم، اذا ولدت البنت لها 6 اصابع او 7 اصابع او اصبعان ملتصقان، إجراء العمليات لإعادتها إلى ما عليه عموم خلق الله جائز. إذا كانت هناك أمور خلق الشخص فيها وهي شاذة عن سائر بني آدم، لا مانع من أن تجرى عمليات جراحية لإعادتها إلى ما عليه عموم خلق الله.